يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا يصعب علي فهم ما تقوله الفرق المخالفة لمنهج السلف في الأسماء والصفات، هل أترك هذا أم أجتهد في معرفتها للحذر منها؟ هذا حسب مقدرتك، وهذا ما يكون الإنسان أنه يتعلم الفرق والمذاهب بالمطالعة وعلى نفسه، لا بد يأخذها عن العلماء حسب المقررات في المدارس والمعاهد والكليات وحسب الدروس في المساجد، ما يأخذ العلم على نفسه وانفراده. نعم.